راس في مدينة الجديدة داكشي ممتاز وزوين والتنظيم ديالو زوين والله يخلي السلطة ديالنا شلا حوايج تبدلوا هاد السنة 2022 كانت شوية هاد العام شوية النظام زوين الحمد لله الحمد لله كلشي داز بخير السلطة تعاونت معنا تعاونت مع الجمعيات الآفاق والحمد لله جامعة الحوزية كلشي فابور والحمد لله أنا كعضو جمعية الآفاق فرحان بهاد المعارض وفرحان بهاد الجو الزوين والوليدات ديالنا وليدات المدرسة جنا ويفوجوا شوية الحمد لله التنظيم ديالو واعر الحمد لله كلشي مزيان خاصين عاد نير اليوم جنا الوليدات ديال حد الجمعية ديالنا كننظموا الوليدات حضرنا لهم واحد الخرجة ترفيهية من طرف جمعية الآفاق التلاميذ والتلميذات النقل المدرسي التابعين للتراب الحوزية جنا معرض الفروسية الحمد لله شافوا الديكورات شافوا المسائل شافوا الخيل شافوا كذا الامور الحمد لله كلشي داز مزيان حاجه جديده من ناحية التعاونيات ديال دوك جلالاب ديال الحرفيين داكشي مزيان الحمد لله معرض فرس الجديده الحمد لله داكشي منظم من ناحيه المسؤولين والنظام تبارك الله كاين داكشي تبارك الله مزيان في المستوى شي حاجه مثلا في داكشي ديال الديكورات و فداكشي ديال التعاونيات داكشي ديال جلالاب تبارك الله داكشي عجبنا الحمد لله كيف كنا داك العام في معرض فرس ديال 2022 كان داكشي تبارك الله ثاني في المستوى هاد العام ثاني المعرض تبارك الله ثاني فوق المستوى كاع دكاله كاع من العشاق ديال التبوريده كاع